اهلا بكم اصدقائي الاعزاء، فيديو جديد ونموذج جديد من نماذج تحدي الاعاقه. صديقتنا الجميله هدايا بدري في احد الساقين، صديقتنا الجميله فقدت احد ساقيها، ولكنها لم تفقد الامل ولا الاسراف ولا العزيمه. وبروح التحدي بتواجه كل الصعوبات، تتخطى كل الآلام، بتتجاوز كل العقبات. بقوة إرادتها وعزيمتها بتتحدى إعاقتها، بتخرج للطبيعة، بتخرج للحياة بإرادة قوية وعزيمة وإصرار. على ساق واحدة أو عكاز من المعدن بتعيش حياتها، حياة مليانة أمل وعزيمة وتفاؤل. وبروح التحدي بتواجه كل صعب.